لفتة جميلة، فودي أتكلم عن هالموضوع يا دكتور. هذا يعني هل العلاجات ممكن تكون من البيت؟ قد يكون العلاج من البيت، وقد يكون العلاج من تفكير الإنسان نفسه. يا سلام، إذا فكرت تفكير إيجابي أنا حل مشاكلي بنفسي. يا سلام يا سلام. أغلب الأمراض اللي قلنا أنها لا يعالجها طبيب علاجها في الاحتواء. سلام عليك يا سلام. وفي يعني في عندنا سميهم أنا أصحاب الضمير الصارم. أصحاب الضمير الصارم هم وراء المشاكل هذه كلها. يعني عندك مثلا أب متسلط، وعندك أم متسلطة، وعندك أخ مثلا شلون نسميها المضاد للمجتمع أو السيكوباتي، ما يرضى أن الأسرة يعيشون في سعادة، يبغى فقط هو اللي يتفرد في الأمور هذه. أو تجي أخت تنكد عليهم. أي نعم. أي نعم، يشتغل مثلا على تفرقة الأخوة والأخوات. موجود موجود موجود. وتجده مثلا يعني لو نفترض أن عمره 40، لو عندك مثلا ابن عمره 40 مثلا، هذا أكبر واحد مثلا في الأولاد، وعندك مثلا ابن عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، تجده يغار من اللي عمره 8 سنوات. صحيح. حتى لو أنت أعطيت ابنك اللي عمره 8 سنوات أو 10 سنوات هدية مثلا قيمتها 200 ريال، هو اللي عمره 40 حتى لو راتبه 40,000 يغار من 200 ريال. سبحان الله. هذا دائما هو اللي يحدث الزعزعة في الأسرة، وفترة بسيطة إلا والأسرة مختلة منظومتها كاملة ولا يعلم ما هو السبب. تجد فيه قطع صلات رحم، فيه هجران، فيه حرمان، فيه عدم تواصل في المناسبات، فيه كل شيء. السبب وشو؟ هذا هو أحد أفراد الضمير الصارم اللي أسميهم الضمير الصارم. إذا والله عندك أسرة مثلا فيهم عاقل، دائما قد الأسر تحتاج إلى العاقل أكثر من أنها تحتاج إلى العدد. إذا كان عندك عاقل وشخص فيه خير وكذا، قد يوفق بين أفراد الأسرة، قد مثلا يهدي الأنفس. عندك الأب المتسلط أو الأب المريض النفسي، مرضه اللي ما هو مرض يعالج، لا، المرض اللي في الجهاز العصبي ما يشخص. طبعا هو ما يشخص، هو رجل وجيه، رجل ممتاز، رجل يحبونه المجتمع، لكن سلطته على الأسرة. سبحان الله. سلطته فقط على زوجته وأولاده، تلقاه برا وشحليله ومع كل أحد، أحسن واحد. تجده مقلد الجميع على الأشياء الطيبة، تجده مثلا رجل صاحب صدقة وصاحب وجاهة وعنده ديوان مفتوح وراعي فزعة، أشياء كثيرة، بس زوجته وأبنائه ما هم في خير، ما لهم نصيب منه، ما لهم نصيب منها نهائيا. أنا واجهت زي كذا، أذكر واحد ما شاء الله عليه يعني غني وراعي سفر وجاهة مثل ما ذكرت وكذا، وأنا أمون عليه يعني، وصديق لنا هو، ما أنت بلاقي مثله صراحة، في كرم، في أخلاق، في أدب، سبحان الله، مع أسرته، مو بلم الأسرة صراحة. عاد أنا ذاك اليوم دائما أتكلم مع أصدقائي عن الأسرة والاهتمام، ودائما أذكر لهم حتى في السناب عندي، طلعت أنا أخواتي، طلعت أنا وعيالي، كل يتابع سناب يشوف كذا، وحتى أختي مخالد خليها تتكلم وأنا أصور في السناب، ونطلع أنا كل أسبوعين ثلاثة. فهذا كنت أقول له يا أخي ما أخذت عيالي، قال يا أخي أنا فاضي، أنا المهم ولح عليه أبو عبد الرحمن والله، يقول سبحان الله، يقول طلع كشت بعياله أول مرة يكشت يا أبو حاتم، وارسل لي رسالة قال ترى اليوم كشت بعيالي، تذكرت كلامك علشانك يقول كشت. قلت لا، قل عشانهم هم، قلت لا تقول عشاني أنا، عشان هذا تصرف إيجابي، خذ عيالي. عاد بعد ما خلص كلمني، قلت كيف انطباعها؟ قال يو والله حتى البزارين فرحانين. والله يا صدق يا دكتور، هو انعكس عليه، هو حتى هو نفسيا انعكس على البيت كله، هو عرف. ايه، عاد ذاك اليوم يقول كنت مسافر، كلمني والله وارسل لي رساله يا ابو عبد المجيد، يقول انا في محل قاعد اشتري عطورات لزوجتي وبنتي وبناتي وكذا، اي والله، قال اول مره في حياتي يا ابو عبد العزيز اشتري، يقول هذا يقول ما عمري شريت لهم هدايا. انا اتكلم في دائما بالمجلس في كذا، والاهتمام بالعائله، ولا ترجع الا في يدك شيء ولو شيء بسيط، ترى يفرح الصغير والكبير والمراه، فكان هذه لها اثرها. سمو عبد الله، كلام دكتور سليمان المنيف، دكتور كلام جميل جدا. بالتالي احنا تناقشنا عن موضوع حلقه الذكر في البيت،
يا سلام. إذا واحد قرأ عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر بعضنا بعض، نتكلم عن مثل ما قال أبو راشد موضوع الهدية، ترى الرسول اجتهاد وتحابه. يا سلام. ذكر الأب ذكر الأم عن الهدية. يا سلام. عندما نتكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحترام عليها وتبسم، هذه كذلك عندما أقرأ عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبر، أتحاول أني أصبر، أتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواضع باليقين بالمحبة، كل هذه إذا أقيمت حلقة الذكر في البيت بإذن الله عز وجل وقرأنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يوم نقرأ حديثين فقط ما بدنا ثلاث موضوع في كل يوم نقرأ، يكفي الاجتماع ده بس يا أبو عبد الله لو بدون شيء. بلا شك الاجتماع خير وبركة، سلام عليك، مع الوالدين مع الأخوان مع كذا، لكن الواحد لما يقرأ عن التواضع عن الغل، يعني ما أقول أنا لولدي أنك أنت فيك غل مثال، يعني ما أقول للقريب أقول لك، لا أتكلم عن الحقد عن الحسد عن كذا عن كذا، فهو أصلا بيتقمص هالشخصية هذه ويصير هو يقول والله لا والله أنا والله بحاول أرجع لنفسي وحاسب نفسي. فكلما قرأنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي حياتنا استفدنا من هالشيء هذا. أنا أعرف المجتمع يعني محتاج إلى يعني إلى أنا أبو عبد الله، أنا ذكرت مرة في مجلس مع أخوياي كلهم عجلت وفي ناس غيرهم، قلت متعتك في الرحلة مع أخوياك ولا مع عائلتك؟ ما شاء الله حلو السؤال صح؟ حلو هذا ولا أبو صالح؟ صدق اكتشفت كلهم مع أخوياهم كلهم يقولون مع أخوياهم، قالوا لي وانت؟ قلت والله مع عائلتي. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا كيف؟ قلت والله أنا استمتع مع أخوياي بس استمتع بالعائلة، لما اشوف عيوش فرحانه يا ابو ما شاء الله ما شاء الله واشوف العيال توني عاد جاي من ابهنا والاسره، ولا ومعي اخوي واختي بعد ولدها. اول اشكاليه اخوي ابراهيم ورايحون الاخوان، اشكاليه فيه اضطراب يعني مستقطب من كثير من البشر ولا يدرون انهم مرضى. ايوه اللي هو النرجسيه، اضطراب النرجسيه. وش النرجسيه؟ انك تحب نفسك فقط. اه خطير. وتبيع وكل من حولك وخاصه الاقارب تبيعهم. هذه يا دكتور أنا نسميها الأنانية. هي الأنانية متقاربة لكنها مصطلحها العلمي النرجسية. تحب نفسك فقط. أنا من الأشياء اللي واجهتها شخص نرجسي يذبح الذبيحة في البيت وأهله ما يأكلون منها، فقط هو اللي يأكل. سبحان الله. فقط في ناس كذا هم لهم دجاج. صحيح في ناس كذا دكتور. أي في أقول لك ما أنا ما كنت أنا أقول لك أنا ما شيء. يا الله لا يبلانا. شيء خارج عن حدود القيم القيم. لا سبب. يعني نجيب نعرضها على الدين ما يقبلها، نعرضها على القيم ما تقبلها. والله هم في أكل أبغى أشوفها العيال يبونه، والله إني أتركها وأكل الشيء اللي أحيانا. اللي هذا يعني مبدئيا إنك أنت شلون ممكن تقصر على نفسك وتعطيها عشان عيالك. اي نعم. فهذا مثلا من النرجسيه، خاصه المشكله اللي صارت الام نرجسيه ولا مو مثلها. لا هذا اللي صارت الام تعدم بناتها. والله مشكله تعدم بناتها من حيث لا تعلم. هذه تربيتها في هي شلون تربي هي وتشتغل على التربيه وتشتغل تبغى تطلعهم صح، لكن ما كل الطرق يعني توصل الى الجنه. الناس كلها تبحث عن الجنة. احنا الان دائما تكلمنا عن نبغى الحلول. الناس الان سمعوا في الشاشه نعم المشاكل هذه والضغوطات النفسيه والاجتماعيه، لكن احيانا العالم تقول انا خلاص عرفت ان هذا مشكله يعني زين، لكن احنا نبغى الحلول فيها. اخوي ابراهيم سواء نرجسي او سواء الضغوط النفسيه، انا اللي بقول لك الان احنا نبغى نوصل الفكره الان للمجتمع بحيث انهم يسالون عن شخصياتهم. سلام عليك يا عن سلام. نظام شخصيات يا سلام. كيف اعرف شخصيتي؟ كيف اعرف شخصيتي؟ كيف اعرف انا من والحلول لها؟ اي نعم. الان مثلا البنت اللي جابت معدل 99% علمي جابت 99 وعندها قدرات وتحصيلي فوق 90، يعني البنت ممتازه صحيح، وجت تركض لامها تبشر امها اني انا حصلت على معدل 99، وردت عليها امها كل بنات الناس جابات 99 مو بس انت. الأم هنا متغطرسة ونرجسية. لا هذه حطتها مرة واحدة. أعدمتها. أعدمتها نعم. نهائيا. لا وتوصل يعني ودائما وتهمزها وتلزمها بالفشل. حتى أن البنت فشلت.
وين المشكلة؟ لكن لو اللي ذكرت الكلام هذا واحدة من بنات جيرانها ولا من بنات صديقاتها قدمت لها هدية. وموجود بعد في الرجال. أنا من المواقف اللي مرت علي في رجل دائما يقلل من شان أولاده. أنت فاشل وأنت ما أعتقد ما تفهم، ويقول للولد يقول ما فيه الله يكرمكم اسم من أسماء الحيوانات إلا وناداني فيه. هذا هو الفشل. أي نعم. بس ها بنت صديقة يوم تخرجت بتقدير ممتاز أهدى لها بكرة من النياقة. أيوة بنت صديقة. خلط العوجة دي. شفتوا كيف؟ هذا محروم، معطى ومحروم. معطى ومحروم فعلا مثل ما قال ابو صالح. فاللي هم اللي مرضهم ما هو يعني ما هو مشخص، وهم مصنفين يعني انفسهم على انهم وجهاء. هم دائما ان الاشخاص هذولا يلهثون وراء الدنيا او وراء الظهور بشكل غير عادي، يبيعون كل شيء. انا بك تستعد لي بروح لابو صالح شوي. تستعد لي بالحلول يا دكتور عبد الرحمن. أبشر.